دي شقة دار مصر. هندخل كده هنلاقي هنا الحمام، حمام الضيوف ده، انتركم هنا، المدخل ده، الريسبشن ده، الفيو بتاعها جميلة اهو. في هنا باب بلكونة، بعدين هندخل بقى على التربة. هنلاقي هنا المطبخ، ندخل كده هنلاقي هنا الحمام الرئيسي، نطلع هنا نلاقي غرفة النوم الأولانية، دي ليها نطلع على البلكونة اللي هي اللي احنا شفنا ليها باب من الريسبشن. طبعا ده مكان التكييفات ومواسير صرف لمية التكييفات، خواتيم المية. دي الأوضة الثانية، طبعا كل أوضة فيها وصلة التلفزيون تحت. دي الأوضة الثالثة، دي بلكونة صغيرة جوه الأوضة برضه معاها مواسير صرف التكييفات ومعاها الكابول بتاع تركيب التكييف. دي بلكونة، وهنا أوضة، ده الحمام اللي في